امامك الزغد الورفلي. ما ممتاز جدا هذا الورفلي، زغد الورفلي مدافع ممتاز. الكرات الطويلة هذه تساعد المنتخب الليبي، الكرات الهوائية تقريبا اخذها فريق ليبيا، والكرة في التماس. يوسف يكركر الكرة، نهز الكرة، يعطي باص في ظهر الدفاع، ممتاز سند الورفلي متفضل، ترجع الكرة الليبية، انتهية كبيرة المنتخب الليبي. والدفاع متفضل، والكرة تخرج من الدفاعات الليبية عن طريق سند الورفلي. كيف والتوزيع إصرار وصلابة الدفاع وكرة خطيرة آخر كرة تتراوح يمشي يوسف وتكتل الدفاعي يفك الكرة منتخب ليبيا روح الإصرار للفرسان يتدخل الدفاع الليبي عن طريق سند الورفلي وعبد القادر يوضح كرة والدفاع ماذا كل الكرة العامة لصالح ليبيا هذا زمننا هذا وقتنا هذه تمريرتنا وهذا الدفاع الليبي الجار والدفاع الليبي من جديد اقوى مباراة تقدمها ليبيا في التصفيات هدي يوسف عدي سند الورفلي مباراة تقولية كورة تنسى ما تعديش مباراة تشيل الكورة تبدأ يلعب علي معلوم